تلاحظون أنهم لا يعبؤون بالتوقيع الشريف، وضعوه جانبا. أتستغربون بعد هذا ما تحدثت به الروايات الشريفة من أنهم يجتمعون كلهم بقضهم وقضيضهم للخروج لقتال إمام زمان، ويقولون له ارجع من حيث جئت، إننا لا حاجة لنا بك. بالضبط هو هذا الذي فعلوه مع التوقيع الشريف، فقالوا لتوقيع إمام زماننا فاذهب إلى الجحيم، لا حاجة لنا بهذا التوقيع، نحن من عند أنفسنا سنرتب الأمر وسننظمه بالطريقة التي نأخذ بها الخمس من هؤلاء الحمير، من هؤلاء الشيعة. هذا هو الذي جرى على أرض الواقع. وفي بعض النصوص لقد جربناكم وما وجدنا فيكم من خير، هكذا يقولون لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ألا لعنة الله عليه. قطعا هؤلاء المراجع الذين سيخرجون لقتال الإمام كلهم مأبونون. هؤلاء إما أن الشيطان لاط فيهم، وإما أن الإنسان لاط فيهم، وإما أن الشيطان والإنسان قد لاط فيهم، لأنه مرجع جامع الشرائط لا بد أن تجتمع فيه كل شرائط، أن يلوط فيه الإنسان وأن يلوط فيه الشيطان، ألا لعنة الله عليه. عرفتم حقيقة الحال، لماذا صارت حوزة النجف حوزة الفروخ والفرخجية؟ عرفتم لماذا؟ هذا هو السبب. المال الحرام، وأي حرام؟ مال يسرقونه باسم صاحب الأمر من شيعتي. هل هناك من حرام يكون أشد حرمة من هذا؟